احنا في منطقة للأمانة لا تصلح للحياة، وضع صعب جدا جدا. أجواء رمضان الأطفال للأمانة حزينين، لأن وضع أبائهم وأمهاتهم صعبة جدا، ما بيقدروش يوفروا لهم الوجبة الغذائية الكاملة، مع إن كل بيوتنا أطفالنا صايمين. يعني لما هيك أنت جيت على المنطقة، دخلت بيتي طبخة بسيطة جدا، طبخت لهم بطاطا مع علبة لحمة، كمان من كابونة رزقت الله رزقهم فيها امبارح. يعني كمان لو ما كانتش موجودة في البيت كمان كان ما كانش فيه فطور. اليوم عادي جدا، ما فيش لا زينة ولا في أجواء رمضانية، لأن المادة الاقتصادية صعبة. يعني 5 شيكل اللي بدك تجيب فيها زينة لرمضان، ممكن انك تجيب فيها وجبة غذائية بسيطة، يا إما للفطور يا إما للسحور للأطفال. كل بيت موجود فيه يا إما 10 أطفال يا 5 أطفال، ومطلوب منك إنه تطعمهم وتسقيهم علشان يقدروا يصوموا ويتعودوا على صيام.